صباح الخير. أحدهم من الناشطين السوريين بيحط على الفيسبوك رسالة من جلالة الملك حسين بن طلال بن عبد الله بن الشريف حسين، موجهة بأيام الصعبة للمجرم السفاح صدير حسين، وحطوا أمام الأمر الواقع. هذا الواقع اللي قدامني. من هالرسالة هيدي بقول للمعارضة السورية، الحل السياسي اللي عم بيحكوا عنه فيه هي عملية عم بيضحكوا عليك فيه، مثل ما ضحكوا بدي مستورة. بس راح عنان وترك ومشي، انفهمت اللعبة كلها كيف ماشي. اقروها منيح وين وصلنا. من هون بقولكم لا تخلوهن يضحكوا عليكم. حل السياسة مثل اللي عملوه، شو عملوا بلبنان بدهن يعملوا فيكم لما كان حافظ الأسد مسلم البلد بيلعب فيهم، وبدهن يلعبوا فيكم. بده يكون في استراتيجية واحدة. من خلال هالرسالة تبع جلالة الملك حسين اللي وديها إلى المجرم السفاح الجاهل الغبي صدام حسين، أنا عن قلكم بدنا نعمل حلف عسكري وسياسي مع دولة إسرائيل. إذا ما عندكم بيضات كقيادي سياسي إن كنت تاخدوا هالموقف، عملية ضحك عليكن وعم بيضحكوا عليكم. ليه مظاهرة بواشنطن إلى قيمة؟ قول لي تأييد الداخلي. ده كله يعني هيدي شغلات ولاد صغار ما بقى يعملوها. وليه ما جيتكن على الأمم المتحدة بهالوقت هيدي؟ ما إلى قيمة، بدن يسمعوا لكن اللي بكن تجتمعوا معه. وديعين هالاجتماع ما له أي قيمة، صفر. فيكن تاخدوا هالقرار. إسرائيل هي رائد الدول الهلال الخصيب، ما بدي أقول الشرق الأوسط، هي الوحيدة اللي بتقدر تعمل كل كنا عارفين. مثل ما قال مسعود برزاني، الرئيس مسعود برزاني، الفرز السكاني اللي صار بالعراق وبسوريا ما بينسى بالبشاعة والسفالة والوساخة اللي حصلت فيها. إذن الشعوب ما بقى تلتقى مع بعضها، بقى تفكروا بوحدة سوريا، حكوا بشكل فهيم. إسرائيل سايكس بيكون تهي، بدنا بلان مخطط جديد للهلال الخصيب إسرائيلي. إسرائيل تحطه وتقسم الأرض مثل ما بتريد، ونحن موافقين وماشيين، ونحن نكون عسكريا ملتزمين فيها. وبالوقت ذاته مجاهدين خلق، وكل الحركات الإيرانية الشعبية اللي قايمة إن نتحد معا سياسيا وعسكريا، وندخل كلنا سوا مع الإسرائيليين بحلف سياسي وعسكري. وإلا منكن شايفين أبدا. حتيكن مسلام بسوريا للمعارضة السورية، تشيع وبنغلاديش، منكن واعيين أشو اللي عم بيصير. من هون بقولكم كل ما جيتكم ما ألا قيمه، مصاريف ما ألا قيمه، تدفعوها هيك وتكبوها بتقولوا لي تنعمل بريزانس. ولك شو بدكن انت البريزانس؟ فوتوا على دولة اسرائيل احكوا بهاي مثل ما انا عن قلكم. شو بتفصلي بهذا الهلال الخصيب؟ نحن ماشيين، ونحن الجنود، الثورة السورية هي الجنود العسكرية بهالشقفة اللي من سوريا بالتخطيط بدها تطلع. واسمعوا مني ولي بقى تضيقوا حيلكم، شيلوا القرآن الكريم تركوب السماء وانزلوا على الأرض تشوفوا شو في على الأرض. خلصنا منه؟ اثنين، مسيو مادارو، مادورو شي بيبكي سويق بوستا بده يعمل رئيس جمهورية فنزويلا. ليك وين وصلت فنزويلا بهالهستيريا من شافيز؟
شافيز بده يعمل موريس بوليفر وبده يعمل كاسترو، وانتهى الزمن. ثلاثة، بده يحارب دولة أمريكا، وبده يحكي كلام كبير أكبر منه بكتير، بيروح على إيران، بيروح على سوريا، كله ما له قيمة. مداره بيجي هو وسيليا بيتعشوا بمطعم تركي أو الري على الصين تيطلب مساعدتها اقتصادية. يعني مثل ما بيقولوا روح اطلب العلم من الصين. خيي نحن رح نقلك ليش تطلب العلم من الصين، رح ندلك عليها كيف تمشي فنزويلا إذا كان عندك نية. بس أنت منك قدير تحكم مثل كل الثوريين اللي أتوا على الأحكام، عقلهم بيصير ديكتاتورية عسكرية أمنية. جيت ومرقته على أغلى مطعم بالعالم، يعني العشاء بآلاف الدولارات، كل شيء لازم تكونوا دفعتوا 3-4 آلاف دولار. أنت 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 وسيليا إذا كنتوا شخصين بس مينيموم 2000 دولار على الشخص. أنا بعرفه كتير بالمطعم. طيب شو القصة؟ والناس جوعانة بفنزويلا. رح أعطيك شغلة عن فنزويلا، يعني هذا ميل العام اللي سرقوا أنت، مثل ما سرقوا بيت الأسد بسوريا، مثل ما سرقوا الحرس الثوري وعلي خامنئي بإيران، مثل ما سرقوا صدام حسين وجماعته بالعراق، مثل ما سرقوا معمر القذافي. سرقوا البلد، سرقوا، هذا ميل الشعب، هذا منو ميلكم. هذا الجاي بلبنان بهالسرقة هيدي من أيام نظام احتلال بيت الأسد للبنان بهالشكل هيدي لهذا المجنون المريض حسن نصر الله. لك هالكلام اللي بيحكيه اليوم سمعتوه كلكن اليوم، يعني شو واحد مجنون مريض منه واعي ما بيشوف الحقائق قدامه. يسرقوا هالمال 60%، 60% من شعب فنزويلا، 60%. حجم المتوسط من الفقر وعدم التغذية عم بيخسر الجسم وزن، كل فرد من هالستين بالمية عم بيخسر أقل شيء 11 كيلو، يعني حوالي 25 باوند. كيف بدو ينمى العقل وكيف بدو ينمى الجسم؟ مشان واحد شوفير بوسطه بدو يتحكم ببلد مثل هيدي. كتبت كتير، يعني أحدهم كتب وقال هيدي وجبة ثورية وبوليفيرية جدا وضد الإمبرالية أيضا. ليش بدهم يضحكوا علي أكثر من هيك؟ كل الثوريين وين ما حكموا بيحصل بيحصل مجاعة وبيحصل تضخم مالي حوالي 600%، وهو بيتعشى بآلاف الدولار. شو الحل لفنزويلا؟ بسيط كتير، بده يأتي هذا العقل الأمريكي، هالشركات اللي بيدروا عقول، العقل الأمريكي والرأسمال الأمريكي. رح أعطيك أمثلة بسيطة مشان تفهمون. أنا بشتغل بالقميص، بعمل قميص، بشتري البضاعة الماتيريال وأنا بصنع القميص عندي، بشتغل أنا وعائلتي. بتجي هالشركة الأمريكية بتحط مال، أنا شريكة وبحمل حالي بصنع القميص وببيعه ويفتحوا لي السوق الأمريكي يلي هو أهم سوق استهلاكي بالكرة الأرضية، يلي كل هالمال اللي عملته الصين عملته من هال السوق الحر اللي مفتوح الاستهلاكي بالولايات المتحدة الأمريكية. إذا إيش بدي تروع على الصين؟ رح يحد مني أمريكا. بتصير بضاعتي تنباع لأمريكا اللاتينية ولأمريكا الشمالية. أمريكا الشمالية عم تدفع لي بالدولار. بعطيك مثل تاني، سيجار بيبيعوا ببليارات الدولارات سيجار، يلي استلم الحكم بموجب نجح بالانتخابات بعد ما روح هذا المجرم السفاح بينوشيه بتشيلي.
اجت السي ان ان مع الروبورتر الصحفي المهمة أنا نابور، وسألته شو بتريد من أمريكا. الله يحمي أمريكا، ما بدي شيء، عندي بضاعتي أنا، يفتحوا لي تريد كوميرس، يفتحوا لي السوق الأمريكي لألي ويتركوني فوت بضاعتي. شعبي بتشيلي بيعيش أمير، أنا ببيع مبيد لأمريكا بسرويات بالسنة بمليارات الدولارات، هالشعب بيرتاح. دي كيف إذا أجت الشركات الأمريكية وعملت وحدة جو إدفنشر مع الشركات بفنزويلا وبتشيلي وين ما كان؟ هذا السوق الوحيد اللي مجي. لا، بدي حرب الإمبريالية، شوفير بوسطة، بدي يعمل شي جيفارا بالوقت الإنسان، بدي يعبي معدته. انتهيت زمن الأفكار. اليوم ما عاد في شيء اسمه أفكار، مقاومة، عربدة، هذا كله ما بقى له قيمة. اليوم العالم ماشي نحو الاقتصاد، نحو الأفضل. اليوم كشفين كوكبين، مين بده يكشفون؟ علي خامنئي، حسن نصر الله، يشيل عام وأسرته وبناته، بشورة الرعاة، سليمان فرنجية، إلي الفرزدة. ما بدي أحكي عن البوئيين، يعني لما بشوف هالقصة هيك كله، مين اللي بده يكشف المستقبل بالفضاء للناس تقدر تعيش؟ مين؟ مادارو؟ بادارو؟ مادورو؟ شو شي بيبكي له؟ هذا هو المستقبل كله سوا. ايش بقى ضايعين ورايحين؟ بعدين المعارضة السورية، اسمعوا مني، اصدروا بيان تحية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هالرد اليوم. مين بده يتحمل الحرب؟ ميشيل عون وصورته وبناته بدهن يتحملوا حرب مثل هيك؟ وقت اللي بده ميشيل، وقت اللي بده حسن نصر الله بيجعر على الجيش اللبناني انت قوم دافع، وقت اللي بده بيقول الجيش اللبناني ضعيف، نحن المقاومه، نحن هذا هو الضمان الوحيد للبنان، وقت اللي بده بيحكيك، وقت اللي بده بيحكيك كلامه ما بقى له قيمه تجاه العالم، صار مكشوف. اذا انا واحد بسيط من ضيعه صغيره بيعرف هالشيء، طيب كل هاللي عم بيكتبوه واللي عم نقراه هو ليش بده يقراه؟ ما فيك انت تحملوا حرب، ما فيك انت تحملوا ولا الحرب اصلا، بس بده يجعر. اذا المعارضه السوريه اليوم اللعبه كلها بايدكم، كل اللي عم تعملوه هلا ما بقى له قيمه، ما في لزوم تروحوا لمحل ابدا. دير القريب ما بيشفى، دير البعيد بيشفى، ما حدا رح يرد عليكم. لغجيته واجتمعته واجوا قبل منكن اجتمعوا، دكتور نصر الحريري لقلك انت اذا منك قادر تاخذ هالموقف استقيل، تروح خلي جي قيادات جديده. الملك حسين انا اخذها منه هالصراحه الان، صارح هذا المجرم السفاح صدام حسين، أنا عم صرحك وعم بعطيك الحقيقة قدامك تشوفه. إذا منك متوجع على دولة إسرائيل، صدقني إسرائيل قادرة تخلق شخصيات مثل حافظ الأسد ومثل حسن نصر الله ومثل علي خامنئي وتساندن وتحطن وتسلمن الحكم، وانت عارف هالشيء. رفوت جنيف، رفوت كل شيء، قلوب هالطولة هي كلها سوا، قول نحن لا نقبل أن نجتمع إلا بإحدى الدول بالهلال الخصيب، ونريد وحدة سياسية واقتصادية وعسكرية مع دولة إسرائيل. ما عندك بيضوت تقوله؟ ما لك طريق، هذا الواقع قدامك. هلا بتجيب معك بيجوا من المعارضة السورية وبيجيبوا هالجعورية ما أنت يطلعوا على الفضائيات وبيضحك، وبيضحك جهاد الخازن هيك بيكتب الأخت والأخ، وشو عملية ضحك وتهريج. المسؤولية كلها عليكم المعارضة السورية، ما بدكن انتو حرين. فنزويلا المسؤولية كلها عليكم، بدكن تعملوا نظام ديمقراطي بفنزويلا. حاكم مصرف المركزي بده يكون عامل هارفرد بالاقتصاد والمال، منو عامل هارفرد الله معه ما بياخد هالمركز.
ممكن تعملوا مجلس خدمة مدنية بفنزويلا، ما هيك وحدة بيتوظف وبيخدم عيش تيدعم مداره والعصابة اللي حاكمة معه. تعوا توصفوا خدوا معيشات. 3، بدكن ديوان محاسبة يراقب الميزانية والمصاريف. والانتخابات ما في لوايح، بكل دائرة فوت انتخب واحد واللي بيطلع صحتين عقلبه. مستقبلكن مع أمريكا، انكن خير كتير، لك بتبيعوا موز وبتبيعوا بندورة وخيار، لك بتبيعوا زراعة تفاح كل شيء إلى أمريكا، لك بيسعد الإنسان، بيسعد الإنسان بفنزويلا عم بيشتغل، الأب عم بفوت على البيت مأمن للبيت أكل. بكن توعوا اسمعوا مني فنزويلا، اسمعوا مني، مخطئين كتير. ها هالعصابة اللي حاكمي سرقوا هالمال، نهبوا نهب وسرقوا هالمال مثل الهرم. الكبار سرقوا من فوق والصغار صاروا هني يعطوهن فتات، كل واحد بيروح عضيته محل منو جاي على فنزويلا من وين جيت يفرجي صار معي فلوس. هي كلها سوا يا جماعة. شكرا وألف شكر، قلت لكم أشفي.